تحية طيبة مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى العرض الإخباري المفصل من قناة الموريتانية. أصحابكم في أنا محمد والحي، وأستهل معكم بأبرز العناوين. بلادنا تحتفل بعيد الفطر المبارك، وصلاة العيد تقام بالمسجد العتيق بحضور رئيس الجمهورية والشخصيات السامية في الدولة. في خطاب عيد الفطر، رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الموريتاني ويحث على تمثل قيم ودروس المدرسة الرمضانية. رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق يقدم تقرير لجنته، ويؤكد أن القرار بغزو العراق لم يكن صائبا وأنه لم يحقق أهدافه المرجوة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى فخامة السيد إيزالي أوسوماني رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية القمر الاتحادية حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز برقية تهنئة إلى فخامة السيد بيتر موتاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية ملاوي حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. خلدت بلادنا اليوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة أقيمت صلاة عيد الفطر برحاب الجامع العتيق في نواكشوط، وذلك بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. كما حضر صلاة العيد الوزير الأول السيد يحيى الحدمين ورئيس مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الدستورية وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن والشخصيات السامية في الدولة والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا وجمع غفير من سكان مدينة نواكشوط. إلى ساحة جامع ابن عباس وسط العاصمة نواكشوط، وفي جو إيماني مهيب، وصل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث كان في استقباله الوزير الأول السيد يحيى الحدمين ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد أحمد الداود وإمام الجامع الكبير ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم مقاطعة الإقصر وعمدتها. وقد أما المصلين فضيلة الإمام أحمد والمرابط والحبيب الرحمن الذي بيّن في خطبتيه أحكام زكاة الفطر، منوها بعظمة هذا اليوم المبارك لكونه بداية وقت الحج إلى بيت الله الحرام، كما أنه ختام لشهر التوبة والمغفرة. كما أن إيماننا يملي علينا أن نكون قبل أداء هذه الصلاة قد أدينا فريضة زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، أي كيلين ونصف كيل على وجه التقريب، من أغلب ما يقتاته أهل البلد والذي يقتاته أهل بلدنا في رمضان، وهو المعتبر، هو مشتقات القمح. وحدة الصف انطلاقا من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قضية من بين أخرى حث عليها فضيلة الإمام في خطبته. كما أن إيماننا يملي علينا أن نكون مقتنعين بما هو ضروري وواجب من وحدة صفنا، عملا بمقتضى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن إيماننا لا يملي علينا أن نكون مقتنعين بوجوب وحدة صفنا
التي ألزم الله تعالى بها في هذه الآية. ولدرء المفسدة وجلب المصلحة الإسلامية الشاملة، طالب الإمام بتفعيل المؤسسات العربية والإسلامية القائمة، منوها بالتحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مباركا لبلادنا بقيادة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز بالمشاركة في هذا التحالف، ومذمنا كذلك لاستضافة موريتانيا للقمة العربية. وللأهمية نذكر ذلك التحالف الإسلامي الذي أعلن عنه بين أكثر من 30 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية. هذه قاعدة وقضية مسلمة معقولة واضحة على ضوء الكتاب والسنة. فالحاصل أننا نعود ونقول إننا نبارك في كل التنظيمات الإسلامية القائمة وكل التحالفات التي أنشئت، نبارك للدول المشاركة فيها، ونخص الجمهورية الإسلامية الموريتانية كما نبارك للجمهورية الإسلامية الموريتانية بقيادة رئيسنا استضافتها لمؤتمر القمة العربية. وبعد انقضاء الصلاة ودع رئيس الجمهورية كما استقبل من طرف الوزير الأول سيد يحيى الحدمين ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيد أحمد الله الداود وإمام الجامع الكبير ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم مقاطعة الإقصر وعمدتها. أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر أمس وبناء على تقرير من وزير العدل يمنح عفو شامل لعدد من السجناء، ويأتي هذا العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك دائما، وجه رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز خطابا إلى الأمة طلب فيه الجميع بتمثل قيم ومثل المدرسة الرمضانية والعبر المستخلصة من صيام وقيام الشهر الفضيل، كما حث على تكريس قيم التضامن والتعاون والتأخي بين المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، نستقبل عيد الفطر المبارك إذانا بقضاء شهر رمضان الكريم الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى لصيامه وهدانا لقيامه. وبهذه المناسبة العظيمة أتوجه إليكم جميعا بأحر التهاني، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل منا وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيننا على استكمال مسيرة التنمية التي أطلقناها حتى تتحقق آمال شعبنا وطموحاته. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الكوكبة المتميزة من العلماء والأطباء والمثقفين والإعلاميين الذين ساهموا بجهد مشكور في الإحياء الرمضاني. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد انقضى الشهر الكريم في أجواء من السكينة والطمأنينة، ندعو الله العلي القدير أن يديمها على وطننا الغالي وأن يبسطها في ربوع أمتنا العربية والإسلامية وفي أرجاء العالم أجمع. إن قيم الصبر والتكافل التي نحرص على مراعاتها في شهر رمضان ينبغي أن نستصحبها في باقي شهور السنة، فهي من مكارم الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متمما لها. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد شرع الله تعالى الاحتفال بالعيد شكرا له على نعمه التي لا تحصى. إنها مناسبة لتعزيز روابط الأخوية بين أبناء شعبنا الأبي وإشاعة قيم التعاون والتصدي لكل المظاهر السلبية من نعارات
فئوية ودعوات عنصرية غريبة على مجتمعنا المسلم الذي ظل عبر تاريخه مجسدا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أعاد الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية والناس أجمعين شهر رمضان الكريم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كان ذلك الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وفي إطار الاحتفاليات بهذا العيد، أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صباح اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للأوقاف على توزيع مبالغ نقدية من ريع الأوقاف لصالح عشرات الأسر المحتاجة في العاصمة. ويأتي هذا التوزيع في إطار سعي القطاع إلى إحياء سنة الوقف وتفعيل دورها في مكافحة الفقر والحرمان. في هذا الظرف الزمني المبارك المتوج لشهر الصيام والقيام، وقفت المؤسسة الوطنية للأوقاف موقفا يواكب الظرف الكريم وينسجم مع وظيفتها في المجتمع. من ريعها وزعت مبالغ نقدية شملت عشرات الأسر المحتاجة. انطلاقة هذا الحدث جرت تحت إشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى جانب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلطات الإدارية وجمع من المستفيدين. انطلاقا من التوجه المتبصر في مجال العمل الخيري لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز واهتمامه الدائم بالطبقات الفقيرة والهشة من المجتمع، وتجسيدا لبرنامج الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين في هذا المجال، فإن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لتتشرف بأن تشاطر أفراح العيد عددا معتبرا من الأسر الفقيرة من مختلف سكان نواكشوط من خلال منحهم مبالغ نقدية مساعدة لهم في أعباء وتكاليف العيد. إن هذه المناسبة لمدعاة لي أيضا إلى أن أهيب بكل فاعلي الخير والمنفقين في سبيل الله إلى المبادرة في جني الحسنات ومضاعفة عمل الخير تتويجا لأعمال البر في شهر رمضان المبارك، ليشاركوا الفقراء بهجة العيد تأكيدا على قيم المودة والتكافل والتعاضد. مثل هذه الأنشطة الخيرية يمكن أن يتسع في الزمان والمكان إذا ما انتشر الوعي وحيت هذه السنة في قلب المجتمع وفي ممارسات المحسنين. إننا على يقين من أن الوقف لما له من أهمية دينية ودنيوية، ولما له من قدرة على الحد من الفقر، ولكونه جسرا موصلا إلى كل أوجه الخير والبر، سيحظى بالرعاية والعناية الكافية في رحاب هذا العهد الميمون حتى تصبح له من الاستثمارات والبنى التحتية ما يستطيع أن ينهض به بالشأن الاجتماعي في هذا البلد، تعليما وصحة ومساعدات وتكفلا بالأيتام وذوي الحاجات. نهاية هذا الحفل تسلمت فيه عينات من الأسر المستفيدة المبالغ المهداة لها على يد السيد الوزير وبقية الحضور في مشهد يعكس أجواء العيد وروح التكافل والإخاء. كما ترأس وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الليلة البارحة حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة شاعر التوحيد، وقد نظمت هذه المسابقة برعاية الكاملة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. ويتنزل هذا النشاط في سياق الأحياء الرمضاني لهذه السنة الذي تنوع في المضامين وتعدد في المواقيت.
في لون أدبي من ألوان الإحياء الرمضاني تم تنظيم مسابقة شاعر التوحيد برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، فقد عرفت أماس الشهر المبارك تألقات أدبية تسامى في مدارجها. مبدعون شباب تنافسوا فأحسنوا، عبروا بأروع حديث عن أقدس مجال، عن توحيد الخالق ونعمائه، عن الصادق الأمين وعن سيرته العطرة. حفل تتويج الفائزين كان فرصة للشعر أن ينساب وساحة للأديب الواعد أن يحرز قصب السبق ويتسلم من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي جائزته الماثلة في تذكرة لحج بيت الله الحرام. يشرفني وأنا أعلن اختتام برنامج شاعر التوحيد في قناة شنقيط الفضائية أن أشيد بالمضامين المثمرة والعطاء النير لهذا البرنامج، وما قدم من عطاءات إسلامية ناصعة ساهمت في تثقيف وتعليم المشاهدين والمتابعين، وأثرت فكرهم بالعقيدة الصحيحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج التلفزيوني المتميز الذي لنا الشرف في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي برعاية نسخته الرمضانية هذه السنة، وذلك ترجمة للعناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لديننا الحنيف، وحرصه الدائم على أن تظل بلادنا منارة مشعة للإسلام الصافي المؤسس على الوسطية والاعتدال والمحبة والتسامح، والرافض لكل أشكال الغلو والتشدد والتعصب. فائزان آخران تسلموا المكافأتين، وتبقى المحصلة النهائية أن الجميع فاز بمجرد المشاركة في مسابقة توحيد، معاني عبر عنها منتج البرنامج. هذه النسمات الطيبة في دوحة التوحيد، دوحة الإيمان، عبر قناة شنقيط وعبر النسخة الرابعة من شاعر التوحيد، في زمن تقف فيه الأمة على مفترق الطرق. جيل شبابي يخوض طريقه في الإبداع الأدبي من خلال هذه المسابقة التي يرعاها قطاع الشؤون الإسلامية ويزكيها الأدباء الحاضرون لأمسية التتويج والتنويه بأهمية هذه المحجة الشعرية البيضاء. وننتقل إلى العاصمة الاقتصادية الواديب، حيث شهدت الأسواق في الأيام الماضية حركية كبيرة وإقبالا مكثفا من المواطنين على المحلات التجارية لاقتناء مستلزمات العيد من ألبسة وأحذية وهدايا للأطفال. فريق الموريتانية في الواديب ورصد الأجواء العامة للحظات ما قبل عيد الفطر المبارك في أسواق المدينة. شهد أسواق مدينة الواديب اكتظاظا كبيرا من المتسوقين لشراء أقراض ومستلزمات العيد. ساعات المساء تشهد إقبالا لافتا، حيث تزدحم الأسواق والطرق المؤدية إليها بالمواطنين والسيارات في مشهد يؤكد وفرة المعروضات وحجم الإقبال. عيد زين، تبارك الله هون من واديب، ونسبة الإقبال بعد هذه الأيام الأربعة ما شاء الله زين، تبارك الله السوق هون، واليوم قاعد تبارك الله شبه ما شاء الله الفطر صنع عيد زين، وما شاء الله الأسعار اللي ما شاء الله مناسبة ومتناول الجميع. نتمنى العيد مبارك إن شاء الله من عاد عليه، وتم موريتانيا إن شاء الله متوحدة وبوحدتها الوطنية، وتم سالم إن شاء الله من عاد علينا وعليهم إن شاء الله رمضان. مع الصباح إن شاء الله الناس بدأت تجي، والشارع إن شاء الله هواك مثله، والناس بدأت تبيع إن شاء الله حوالي سنة إن شاء الله تبارك ما شاء الله. إقبال خارج ما شاء الله، الناس هيك بدأت الإقبال ما شاء الله، بدأت الناس ما شاء الله اليوم والجامس والبارح والحوالي سنة ما شاء الله ما خاسر شيء الحمد لله. أسعار الدعم متناول للجميع. قائمة الأسعار في أسواق مدينة الواديب تتباين الآراء بشأنها بين من يراها في المتناول ومن يرى عكس ذلك. سوق الناس حالك الحمد لله، الخير خير خير من أهله الحمد لله، زين زين، الشري خالك الفضل حالك خير، مولانا معرم أسعار معقولين، لا كل جيل اللي يبغى إنسان أسعار الفضل اللي جايب ما بعنا يمرق السوق ما هو جاب ذاك اللي يشري. شريت واحد سوى الله واعد الاسعار، واعرف ان واديب مرتفعه حتى مرحب بعر البس واع الاسعار ما شاء الله ما شاء الله، الفضل خالقه ما شاء الله ما شاء الله. الاسعار زينه، الاسعار لا بس لا على المستوى بنقول عنها شيء شيء واعر بشيء عادي لا لبس زين، شيء كل المصنع نشتري لباس العيد ما هو واعر قال عيد سعيد. ويبقى الابتعاد عن الإسراف هو الضامن الوحيد للاحتفال بفرحة العيد والتمسك بتعاليم الإسلام التي تدعو إلى التخلي عن كافة أشكال المباهات والتبذير.
دوليا، قدم رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق سير جون تشيلكوت اليوم تقرير لجنته حول الظروف التي اكتنفت مشاركة بلاده في غزو العراق عام 2003. التقرير وضع رئيس الوزراء السابق توني بلير في قفص الاتهام بالهروب إلى الأمام واتخاذ خيار الحرب إلى جانب الولايات المتحدة في العراق دون مبررات كافية للمشاركة. بريطانيا التي لم تفق بعد من ارتدادات هزة التصويت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي صبحتها اليوم هزة أخرى ربما لم يتوقعها كثيرون. رئيس اللجنة البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات التدخل البريطاني في حرب العراق عام 2003 سير جون شيلكوت هو من فجر القضية بإفراجه عن تقرير اللجنة الذي يؤكد تورط المملكة المتحدة ويوجه انتقادات حادة ومباشرة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لدوره في هذه الحرب التي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا بالإضافة إلى عشرات آلاف العراقيين. جون شيلكوت أعلن بصراحة أن السياحة بريطانيا للعراق في العام 2003 تم بشكل سابق لأوانه بدون محاولة استنفاد كل الفرص السلمية، كما اعتبر أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق كانت غير مناسبة على الإطلاق، مؤكدا أنه رغم التحذيرات تم تقليل من شأن عواقب الاجتياح. شيلكوت ذهب إلى أبعد من ذلك إذ قال إن بلير كتب في 28 يوليو 2002 إلى الرئيس بوش يعده بالوقوف معه مهما حصل. واعتبر شيلكوت أن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن بالتصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري وأن الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية. وفور إعلان نتائج التقرير تجمع أنصار لائتلافي أوقف الحرب ونزع السلاح النووي في العاصمة البريطانية لندن مطالبين بمحاسبة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير عقب صدور التقرير، بينما أكدت عائلات الذين قتلوا بالعراق على حقها في الملاحقة القضائية للأطراف المشاركة في الحرب. شكرا لزميل سيد أحمد الكبار. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم صباح اليوم وأصيب 28 آخرون بجروح إثر اشتعال النيران في دار لرعاية المسنين بتايوان، ولم تتضح أسباب اندلاع الحريق في الطابق 8 من مبنى في حي شينديان بمدينة تايبي الجديدة بتايوان، مما أدى إلى محاصرة حوالي 40 شخصا في المبنى. وأخمد رجال الإطفاء النيران فيما لقي 6 أشخاص مصرعهم وتم نقل 28 مصابا آخرين بينهم 4 في حالة خطرة إلى المستشفيات. نصل الآن إلى جديد المال والأعمال وزميل الغالي متاع مرشين، ولكن بعد الفاصل. شكرا لك محمد. مشاهدينا كالمعتاد نبدأ نشرتنا الاقتصادية الليلة بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. تشهد أسواق الملابس والمواشي في العاصمة الموريتانية انتعاشا كبيرا خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر. يعقوب والصوفي والمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك من سنة 1437 هجرية خلال ساعته الأولى تنشط أسواق الملابس في العاصمة، فبين رفوف هذه الأسواق يعرض الباعة الألبسة المختلفة الأشكال والألوان علهم يكسبون ود الزبون. الأسعار تبارك الله كانت مناسبة جدا بكل شكلية، في الباس التركي وفي الأحلية إن شاء الله وملابس رجالية الأسعار كانت زينة، والباس النساء إقبال عليهم إن شاء الله زين حسب بعد اللي شفنا إحنا نشوفون إن شاء الله ونشتروا ونحلقوا الناس قدامنا إن شاء الله، الناس خوت كامل وبالله صراحة مكان ما شاء الله مريح وزين. الإقبال على هذه الأسواق في يوم العيد من طرف الزبناء شكل فرصة لتعدد المعروض وتسهيل الحصول عليه. زين الأسعار زين ما شاء الله وما هم معري ما شاء الله والموجودين ما شاء الله كاملين فتبارك الله، ولباس ما شاء الله تركه موجود والعدايات. جاي لهون المرسانين يشري جبرت الدراريع وإن شاء الله هون إن شاء الله بوتيك زين إن شاء الله في الدراري زينة. وفي جانب آخر تشهد أسواق العاصمة انتعاشا تجاريا تنخفض فيه أسعار المواشي وترتفع حسب النوعية. لا أدري فيها 28 وفيها 35 وفيها 30 وفيها 40
عاده نفس الخوة فتره ما هي فتره العيد 200 وسلالخة، ونعود فتره العيد عيد نفس عاد ما عطينا السلالخ نفس الخوة ب 3000 و 2000 عينا باعنا يجبرون تعود شغله خالقه عينا يجبروا 12000 13. بدورهم ينشط باعة الرصيد في يوم العيد ويجنون أرباحا لم تكن متوفرة في غير هذه المناسبات الزمنية. الحمد لله زين لله الحمد، رادين من صاير الأسرة إن شاء الله أمولانا، وهي النية والأزم ونشتقل نيتنا للأمل إن شاء الله مستفاد منه. رقاهني ما خلص صايرته من الرواية مستفاد منها يحمد عليها مولانا. اسمع احنا الحمد لله شاكر مستفاد منه واخذ منه صايرتنا واخذ منه مشاكلنا احنا الآخرين. وبتعدد أسواق الملابس والمواشي والأماكن العامة التي يجد فيها الباعة المتجولون فرصة للتسوق، تتعدد فرص الحصول على أرباح تجارية تساعد في تحسين ظروف المعيشية للمواطنين وتحد من البطالة خاصة في صفوف الشباب. وافقت الحكومة الألمانية على التفاصيل النهائية لموازنة 2017 وخطط التمويل حتى 2020. هذه الخطط تهدف لتخفيض إجمالي الدين العام إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وذلك للمرة الأولى منذ 18 عاما. تقول مصادر إعلامية إن استفتاء بريطانيا لم يؤثر على الظروف الاقتصادية الألمانية، وأن ألمانيا تتمتع بوضعية اقتصادية جيدة خاصة ما يتعلق بسوق العمل مع نسبة توظيف عالية وبطالة منخفضة. تعرضت أسواق آسيا والولايات المتحدة لهبوط حاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بداية المؤشرات الصادرة كانت مع إعلان الاقتصاد الياباني عن تقرير مبيعات التجزئة، حيث أشارت القراءة الفعلية إلى مستويات 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة والتي كانت عند 0.9%، فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى 1.6%. كما أعلنت اليابان أيضا عن بيانات السكن والمنازل التي بدأ إنشاؤها في الفترة الأخيرة، حيث أشارت القراءة الفعلية إلى مستويات 9.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتي كانت عند 9.0%، فيما كانت التوقعات عند 4.9%. شاهدينا فيما يلي نتابع تطورات أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، عودة إلى محمد والحي وباقي النشرة، إلى اللقاء. شكرا لزميلة الغالية متعمر شاهين. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. بلادنا تحتفل بعيد الفطر المبارك، وصلاة العيد تقام بالمسجد العتيق بحضور رئيس الجمهورية وشخصية سامية للدولة. في خطاب عيد الفطر رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الموريتاني ويحث على تمثل قيم ودروس المدرسة الرمضانية. رئيس لجنة التحقيق البريطاني في حرب العراق يقدم تقرير لجنته ويؤكد أن القرار بغزو العراق لم يكن صائبا وأنه لم يحقق أهدافه المرجوة. ختام النشرة، عدوا فالتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلك الحين، في أمان الله.